منتخب الأرجنتين كابوس بالنسبة لإيطاليا. ميسي عايز يكسر رقم رونالدو، وكريستيانو نفسه بيدور على إنجاز هنري. تعالوا نشوف التفاصيل في حلقتنا من أرقام يلا كرة. البداية مع الرقم 3، عدم تأهل منتخب إيطاليا لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي كلفه كتير، لأنه دلوقتي أصبح مهدد بفقدان 3 أرقام تاريخية لصالح منتخب الأرجنتين. منتخب الأرجنتين هو رابع أكتر منتخب لعب مباريات في كأس العالم ب 81 مباراة، وهيلعب 3 مباريات على الأقل في نسخة 2022 عشان يوصل للمباراة رقم 84، وبالتالي يتخطى منتخب إيطاليا صاحب المركز الثالث. مش بس كده، لو منتخب التانجو كسب 3 مباريات هيوصل للفوز رقم 46 عشان برضه يتخطى منتخب إيطاليا كتالت أكتر فريق حقق فوز البطولة. وبعيداً عن المونديال، منتخب الأرجنتين بقاله 35 مباراة في كل البطولات ما بيخسرش، وفضله 3 مباريات بس عشان يكسر رقم منتخب إيطاليا صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في التاريخ. تفتكروا الرقم ده يتحقق في مونديال قطر؟ ونروح للرقم 35. كريستيانو رونالدو هو أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ كأس العالم، لما عمل ده قدام أسبانيا في نسخة 2018 بعمر 33 سنة و 130 يوم. الهاتريك ده كان رقم 51 في تاريخ كأس العالم، وبرضه رقم 51 في مسيرة رونالدو مع الأندية والمنتخب. رقم رونالدو أصبح مهدد من أكتر من نجم في نسخة 2022. كريم بنزيما ب 34 سنة، ليونيل ميسي ب 35 سنة، ورونالدو نفسه 37 سنة. ميسي هو اللاعب الوحيد اللي سجل في كأس العالم في 3 مراحل عمرية مختلفة، قبل ما يتم العشرين، في العشرينات، وفي الثلاثينات من عمره. ورغم انه سجل 56 هاتريك مع الأندية والمنتخب، إلا انه مسجلش ولا هاتريك في كأس العالم. فهل هيقدر يسجل هاتريك لأول مرة ويكسر رقم رونالدو؟ ويلا بينا على الرقم 5. أما رونالدو نفسه فعايز يفوز بالمونديال عشان يكون خامس لاعب في التاريخ يفوز بالدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، وكأس العالم للمنتخبات. الأربعة اللي قدروا يحققوا ده لحد دلوقتي تييري هنري، نجولو كانتي، جيرارد بيكيه، وبيدرو. رونالدو لعب 17 مباراة في كأس العالم على مدار 4 نسخ، سجل 7 أهداف، لكنه لحد الآن لسه ما كسبش اللقب. آخر رقم معانا هو الرقم 2. مفيش أي لاعب على مدار 21 نسخة من كأس العالم قدروا انه يفوز بلقب الهداف مرتين، لكن القاعدة دي ممكن تتكسر في مونديال قطر بوجود توماس مولر نجم ألمانيا وهاري كين مهاجم إنجلترا. مولر فاز بجائزة هداف نسخة 2010 ب5 أهداف عشان يكون ثالث ألماني حقق الجائزة بعد جيرد مولر وموريسلاف كلوزي. أما كين ففاز بجائزة هداف النسخة اللي فاتت بعد ما سجل 6 أهداف عشان يكون ثاني لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة بعد لينيكر عام 86. وبعيدا عن جائزة الهداف، فمولر وكين بيدوروا على أرقام تاريخية تانية. مولر فاضل له هدفين بس عشان يعادل رقم البرازيلي بيليه ب 12 هدف كخامس أكتر لاعب سجل أهداف في تاريخ البطولة. الناحية التانية، كين فاضل له هدفين بس عشان يعادل رقم واين روني الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في كل البطولات برصيد 53 هدف. فيا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.